مسا مسا على كل وشاء دحيح الافلام. تخيل نفسك تكون في تسونامي والميه بتحوطك من كل مكان، ساعتها هتسمع ناس بتقول لك سيب نفسك والميه هترفعك، فيحسسوك انك في دريم لاند، ولا يقول لك وقفني على كتفك نفسي اطير اتشقلب، وانت اصلا اول مره تحط نفسك في ميه. فيلم النهارده اسمه ذا كالم بيوند، وبيحكي عن تسونامي مدمر ضرب المدينه ومعظم الناس غرقوا، ما بقاش عايش غير كم واحد بيحاول يقاومه في سبيل البقاء على قيد الحياه. ما تيجي نشوف. بيبدا الفيلم بعد ما حصل تسونامي كبير في المدينه وشقلبها على راسها، وبقى كل مكان عباره عن ميه بكميات كبيره، تحس ان المحيط نقل مكانه من البحر ودخل على المدينه علشان يستمتع بونس اهلها، وكل حته في المدينه بقت شبه الخراب ومعظم الناس ماتوا، وكان في عدد قليل جدا من الناس اللي كانوا لسه على قيد الحياه، ومن ضمنهم من البنت اشا. اشا بنت نمسا عرفت تعدي من التسونامي وتفضل عايشه، ومش بس كده لا عزيزي، اشا بتضحي وقدرت انها تطلع في مبنى كبير من ناطحات السحاب بتاعت بنت اختنا الصين اللي كل تليفوناتك مضروبه هناك، وزي ما معظم الكوارث لما بتحصل بتكون اكبر مشاكل بتواجه المنكوب هي الاكل والشرب. فنفس الموضوع حصل مع اشا، وكان عندها اكل وشرب ولكن بنسبه قليلين جدا يدوب يكفوها ليالي معدوده. وفي يوم من الايام واشا بتسمع دايما دموع، سمعت بصدفه واحد على الراديو بيقول عندنا ميه واكل اللي يحب يشرفنا ونضيفه عندنا، ولكن اشا مش بتهتم وبتقلب على القناه اللي بعدها. وبيجي الصبح وبتقوم اشا بحته فوطة زفرة تجمع المية الموجودة على الأسلاك وتعصرها في الخزان اللي عندها، مية مسك عزيزي الدحيح، وفضلت تحسب يا ترى المية هتكفيها كام يوم بعد ما طلعت روح في ساغورس اللي جواها، وبتريح على السطح علشان تاكل وجبتها المحددة لليوم. وكان قدامها في مبنى كبير بيقع، وفضلت تتابعه وهو بيقع لحد ما تحول لكتلة من الرماد، وفضلت تراقب الناس اللي حواليها علشان تشوفها ياكلوا ايه، يمكن يجي لها فكرة لنوع حشرة جديدة تاكله. ما هو اللي زعلك ان الحشرات ما بتعيش في المية، وبيني وبينك الحشرات دي عيش الصينيين. حتى اسألوا نيدي، وقت ما كانت بتراقب الخارج بتشوف صندوق كبير في الميه، وعلى طول بتنزل تحاول تسحبه بحبل، ما هو صندوق متشيك واكيد فيه مش اقل من ازازه عصير ديدان. ولما كانت بتحاول تسحب الصندوق حاجه كبيره بتطلع من الميه وبتحاول تاخد هي الصندوق، على الرغم من انها تعورت لكنها بتقاوم لحد ما سحبت الصندوق عندها، ولكن اتحسرت لما فتحت الصندوق واكتشفت ان مفيش فيه اي حاجه، وتعبت وتعورت على الفاضي، حتى ما لقتش حتى دوده از، ولكن شافت ازازه وقلبها دق قال صراصير. اتصدمت لما طلعت عصير، ورجعت للسطح مره ثانيه علشان تعالج جروحها، وعلى اخر النهار بيشوف الناس اللي حواليها اللي بتراقبهم على طول، واكتشفت ان في عصابه هجموا عليهم علشان ياخدوا منهم الاكل والشرب، وكان في كمان مركب في الميه موجود فيها باقي العصابه. لما رجعت تبص على السطح مره ثانيه شافت واحد بيبص عليها، وهنا نزلت استخبت على الفور علشان ما يحصلش فيها زي ما حصل للجيران، خصوصا ان العصابه كانت بتتحرك ناحيتها. وهنا نزلت على الفور لشقتها وخبت كل الاثار اللي تدل ان كان في حد عايش هنا، وجريت ورا الدولاب فتحت فتحه في الحيطه ودخلت استخبت فيها بدل ما يحصل لها زي ما حصل لجون. طبعا هتقول لي مين جون عزيزي الدحيح؟ هقول لك على طول، واحد صاحبي انت ما تعرفوش. وبعد دقايق بتوصل العصابه بيدوروا عليها في كل مكان ولكنهم مش بيلاقوها، ولما بيزاوا من البحث بيخلعوا، وبتطلع اشا ترجع لحياتها الطبيعيه مره تانية. وبيجي تاني يوم وبتطلع تراقب كل الحاجات اللي حواليها في الميه، يمكن تلاقي حاجه تنفعها، وبتخرج كل الصناديق اللي في الميه على امل تلاقي فيها اي حاجه، ولكن معظم الصناديق بيكون فيها حاجات بايظه او ملهاش لازمه، لحد ما بتنجح تلاقي في اخر كام صندوق شويه معلبات بتاخدهم وبتجري تخبيهم في المخبأ بتاعها علشان محدش يقلبها فيهم، وترجع تتحسر على حياتها البائسه عديمه الشغف. ولكن في يوم من الايام بتروح تفل الصغيرة عند اشا وبتسرق من الاكل الموجود وتخلع، واشا بتحس ان في حد، ولكن لما بتطلع تشوف مين مش بتلاقي مين. لما دخلت اشا تغسل وشها بترجع الطفله مره تانية، وان اشا بتعمل لها كمين وبتسيب الصابونه اللي بتغسل وشها بيها، وبتدخل البنت تمسك الصابونه وتشم فيها لانها مش مصدقه انها اخيرا لقت صابون بعد التسونامي الخطير اللي حصل. وانها بتخرج اشا فجاه على البنت وبتثبتها، ولكن البنت على الرغم من انها طفله لكنها كانت نمس، ونجحت في انها تضرب اشا وخلعت من كان. وبتروح اشا ترتاح وتنام، وهي نايمه بيجي لها برجل مسلوخه، وبتفتكر لما كانت بتشتري هديه لاختها مع صاحبتها علشان عيد ميلادها. وقتها كانت بتحكي لصاحبتها عن ابن الجيران اللي هتموت وتتجوزه علشان تستقر معاه، ولكن كان الخازوق اهلها لانها ما كانتش عارفه تقول لهم ازاي بسبب انه مش صيني وكان بايركس، وكانت خايفه من رد فعلهم لانهم مش بيرضوا يجوزوا بناتهم لحد ما بياكلش صراصير. ولما
بتؤمن انهم بتروح تشوف الاكل، ولكنها بتتصدم لما بتعرف ان البنت خدت منهم وكمان خدت من الشموع اللي هي كانت بتقضي الليل عليه، وبتخرج تدور على البنت وهي ناويه تطلع عينيها، ولكنها بتهدى لما تشوفها نايمه على الكنبه وتعبانه، وبتدخل بعدها تعمل اندومي علشان الخنافس خلصت، وكانت بتفكر تعمل لطفله اكل معاها ولا تطلع طماعه وتاكل لوحدها. وبتصحى الطفله تلف في البيت لوحدها لحد ما اكتشفت المكان السري بتاعها اللي كانت مخبيه فيه صورها مع اختها الصغيره وباقي عيلتها. ولما بتخرج اشا من المطبخ وتشوف البنت مطلعه الصور، بتجري عليها بسرعه الفهد زي شبشب الام وهو بيقتحم راسك زي السيف، والبنت بتهرب من رده فعلها بعد ما خافت، وبتجري اشا تخبي الصور في مكانها مره تانية وهي منهاره، لانها كانت خايفه تنسى اختها وملامحها، لان الصور دي اخر حاجه متبقيه من كل عيلتها. وبتروح المطبخ وبتقرر تعمل اكل للبنت، ولما تروح تديها الاكل بتفتكر اختها، وبتفتكر وقت عيد ميلادها لما جابت لها جاكيت من التوحيد والنور فرز ايطالي، ووقتها عيلتها سلموا اختها سلسله نادره بتتوارثها العيله، وغضبت اشا واتخانقت معاهم لان المفروض هي الكبيره والسلسله دي من حقها، ولكن محدش بيهتم بيها وبيعتبروها شفافه. وقتها بنرجع للحاضر وبنلاقي السلسله على رقبه اشا، ويا ترى عزيز الدحيح هل اشا قتلت اختها علشان السلسله، ولا قتلت عيلتها وهربت مع الواد التيفان؟ طلع روح كونان اللي جواه كلنا بعد ما تعمل سبسكرايب ولايك اللي نسينا فيهم خالص عزيز الدحيح، لحتى جايب لك النهارده بقى هعزمك عليها بعد الفيلم. وبيجي تاني يوم واشا بتروح تعمل اكل كمان للطفله اللي يعتبر بقت عايشه معاها ومش خايفه، وطول ما هم على السطح بياكلوا كانت الطفله بتقلد اشا في كل حركتها، ولما جت ترفع المكرونه زيها لفوق اتقلبت على وشها وضحكت عليها اشا وبقت تعتبرها ونس وزي اختها بالظبط. وبيجي الليل وبيناموا مع بعض، وفي نص الليل بتصحى اشا على صوت البنت وهي بتعيط، واشا طمنتها وعرفتها ان اسمها اشا وانها زمان كانت زيها وخايفه وبتعيط ليل ونهار بعد ما فقدت اهلها، ولكنها اتعودت وعدت ايامها. والبنت عرفتها انها قريب هتروح تشوف امها وهتلاقيها، انها ناويه تعمل مركب وتنزل تدور عليها في كل مكان واكيد هتلاقيها، وعرفتها ان اسمها يكون يوين. وبيجي تاني يوم والاتنين بيطلعوا على السطح يجيبوا ميه، وقتها البنت يوين بتلعب في البلاستر الموجود على قفل الباب وبتشيله، هنا الباب بيقفل وبتجري عليها اشا تلحقها، ولكن مش بتلحق الباب اللي بتقفل عليهم، وده معناه انه مش هيتفتح تاني ابدا، وزهقت اشا، ولكن يوين بكل براءه سلمتها البلاستر في ايديها وراحت فتحت الباب بطفاشه، اختها جامده قوي وفي ايديها الحديد يلين يابا، وفرحت منها اشا ان الباب اتفتح مره تانيه، ولكن مسكتها وعلمتها تهتم بالقوانين بتاعتها وتحافظ على النظام اللي هي عايشه عليه، لان هم اصلا بيحاولوا يزقوا اليوم وحياتهم كلها خطر في خطر. وطلبت منها ولا تقفل باب او تلعب في دولاب وتوطي صوتها علشان الجيران، ولو حد قفشهم وقتها مش هيرحمه. وتاني يوم بتروح اشا تحاول تعمل فرن علشان تعمل اكل ليوين، ولكنها وقتها اكتشفت ان يوين سرقت اكلها تاني، غير انها كمان سرقت السلسله اللي في رقبتها، ولما راحت عندها علشان تزعق لها سمعت صوت خارج البيت، وجريت تكتم صوت يوين علشان ما حدش يعرف انهم موجودين، وراحت تبص من الشباك وشافت ناس في مركب بيسرقوا الاكل والشرب من مركب تاني، وبترجع اشا تاخد البنت يوين وبتحميها وتنظفها. وقتها يوين سالتها لما الاشرار بيجوا عندك بتعملي ايه؟ وقالت لها عندي مكان بستخبى فيه، قالت لها ممكن استخبى معاكي؟ اشا ردت مش قلتي هتمشي تدوري على اهلك؟ قالت يوين ما تيجي معايا. رفضت اشا وعرفتها انها مش هتلاقي اي حد او حاجه مستنياها، وده بيتها وامن ليها ومش هتلاقي احسن من هنا مكان تبات فيه. وبعدين اشا سالت يوين انت سرقت السلسله بتاعتي؟ سكتت يوين، كملت اشا وقالت لها ما تخافيش لو سرقتيها مش هعمل لك حاجه، ولكن كفايه انك ما تكدبيش عليا. اتعصبت يوين وقامت استخبت في اوضه، وراحت عندها اشا وقالت لها انا مش متضايقه منك لو خدتيها، ولكن لازم تستحمليني لان طول الفتره اللي فاتت ما تعاملتش مع حد ومش عارفه ارجع اتعامل مع الناس طبيعي مره ثانيه. ولكن يوين فضلت ساكته مش بتنطق، وهنا بقى انفجرت اشا واتعصبت عليها وزعقت فيها وطلبت منها ترد عليها، لكنها هنا اتفاجئت لما لقيتها جايه من بره وشايله في ايدها حاجات كتيره، قالت لها ما تلمسيش حاجتي مره ثانيه، ودخلت يوين وقفلت الباب عليها، واشا بلمت وما بقتش عارفه تنطق تقول حاجه لحد ما سابتها وخلعت وطلعت على سطح تجيب ميه، ولكن اتصدمت لما اكتشفت ان الميه ناقصه، ونزلت تحت عند يوين وشافتها قاعده بتلعب بكميات كبيره من الميه، وهنا افتكرت ايام زمان لما امها واختها كانوا قاعدين بيعملوا كحك العيد، وامها طلبت منها تساعدهم، ولكن اشا بترفض لانها كانت بتكلم صاحبتها في التليفون عن الاعصار، وكانوا بيتكلموا ان المباني في امريكا مش جاهزه للكوارث الطبيعيه زي الصين. وبعدين اشا خدت يوين وطلعت بيها عشان يغيروا الانوار اللي بيستخدموها، ويوين وقتها حاولت تشغل النور، ولكن جريت عليها بسرعه اشا تمنعها وعرفتها ان اللمبه دي بتتهز كتير وكمان خطر يشغلوا انوار كتيره في كميات الميه الكبيره اللي هم عايشين فيها. ويوين سالتها وقتها عن الباب الكبير اللي في اخر الممر، وهنا اشا نصحتها وحذرتها من انها تروح هناك لان المكان هناك ريحته وحشه جدا، ولو الباب اتفتح
صباح الريحة تتنقل في كل مكان. وافتكرت هنا تاني لما كانت بتكلم صاحبتها في التليفون وهي بتعرفها ان اندونيسيا والفلبين اتدمروا بشكل تام بسبب الفيضانات، وسنغافورة دخلت في مرحلة الخطر هي كمان، ولكن امها بتيجي تقفل التلفزيون ومش بتهتم ببنتها وبتطلب منها تترزع على الاكل بدل ما ترزعها على وشها، وعلى الاكل بيتخانقوا مع بعض. بابا واختها بيحاولوا يهدوا الليلة بينهم، لكن النار شعللت اكتر وقامت اشا تمشي وعرفتهم انها مش راجعة البيت تاني وهتروح تعيش مع حبيبها الالمونيوم، ومش راجعة ليهم مرة تانية، واختها كانت هتموت من العياط وهي بتسيب البيت. وبنرجع للحاضر، ويوين كانت قاعدة بتسمع مزيكا وبتسمع وقتها الراجل اللي بيقول انه عنده مية واكل، وبتجري تعرف اشا، ولكن اشا بترفض وبتطرفها انها مش ضمن الناس دول وممكن يطلعوا عصابة، غير اصلا انها مش متأكدة اذا كانت هتقدر توصل عندهم ولا لا، وحصلتها انهم لو خرجوا من هنا صعب يرجعوا تاني، وطلبت منها تنسى الموضوع ده نهائي. ويوين اتعصبت عليها وعرفتها انها جبانة، واشا قالت لها وانتي حرامية. اتقمصت يوين وعرفتها انها ما سرقتش السلسلة بتاعتها اللي ملهاش اي 30 لازمة، وراحت الاوضة بتاعتها تعيط فيها، وراحت اشا تراضيها، لكن لقيتها بتعمل مركب من ازايز الميه، ونصحتها اشا انها مش هتقدر تروح هناك لوحدها، ده غير ان في كائنات بحريه في الميه اصلا والطقس زي الفل وممكن تقوم عاصفه او اعصار مره تانية، وطول ما هي في الخارج هتكون في خطر. وهنا يوين طلعت ليها مسدس ضوئي ناري وعرفتها انها معاها مسدس ينقذها، وعلى الفور اشا بتاخده منها وبتعرفها انها لو ضربت بالغلط واللي بره سموا الصوت هيجوا يقطعوهم ويتاكدوا ان في حد هنا، وعرفتها انها حاولت تهرب كتير وحاولت تطلب المساعده من ناس كتير في الخارج، ولكن الموضوع كل مرة ما كانش بيعدي على خير، وكل اللي بيه حاليا طمعين وهدفهم نفسهم وبس، ما بقاش فيه انسانية ولا بشرية. بعد كده راحت مع يوين على السطح علشان يجمعوا مية المطر، وبعدها حطوها في حلة علشان يسخنوها ويعقموا المية علشان الميكروبات بقى وكده، اصلهم عادي ياكلوا صراصير لكن مية مطر لا، ايه عاوزهم يتسموا. وبعد كده يوين بتلاقي سلسلتها واقعة على الارض وبتاخدها، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وبتروح اشا تبص في صورة اختها، وهنا يوين بتقول لها انت ليه مش بتتكلمي عنها ليه؟ واشا قالت لها ما بقاش في حاجه تتقال، كده كده اكيد ماتت وكلهم ماتوا وما بقاش باقي حد ليا في الدنيا دي. ولما بتروح تنام اشا بتلاقي السلسله تحت مخدتها بعد ما البنت يوين حطتها هناك، لما بتاخدها اشا بتلاقي قفلها مكسور، وهنا بتفهم ان يوين ما سرقتش السلسله وانها وقعت منها وكانت ظلمها على الفاضي. وتاني يوم بتقوم اشا بتقرر تساعد يوين وبتعمل ليها مركب، هنا بتبدا تفتكر وقت ما سابت البيت واختها نزلت وراها علشان ترجعها، ولكن وقتها اشا عرفتها انها ما بقتش مستحمله العيشه وبقت حاسه انها عايشه في سجن ومش هتعرف ترجع تعيش في البيت ده مره تانية. وبعد جدال بينهم كتير ريحتها اشا وعرفتها انها ترجع ليها الصبح مره تانية، ولكنها لازم تمشي دلوقتي وهتوقف ليها التاكسي. ووقتها اختها اديتها الجاكيت بتاعها وعرفتها ان سايبه ليها حاجه جوه الجاكيت هتعجبها. وانا وقت ما كانت هتوقف ليها التاكسي شافت ناس كتيره بتجري في كل حته وحصل ازدحام كبير، وفجاه شافت ميه كتيره جايه من وراهم بعد ما تسونامي ضرب المدينه وكلهم وقعوا في الميه وبداوا يغرقوا فيها. بعد كده اشا سلمت يوين السلسله وراحت معاه يجهزوا المركب وحطوا فيه اكل مع بعض، ولكن يوين بالغلط شغلت الراديو على صوت عالي وجريت اشا على الفور تقفل الراديو. وبعدها قررت اشا تمشي من المكان، ولكن مش دلوقتي لانها كانت خايفه يكون حد بيراقبه من بره ومستني خروجه. وبيجي تاني يوم وبتطلع تراقب السطح بالمنظار علشان تطمن ان محدش سمع الصوت وجاي عندهم. بعد كده بتروح تعمل اكل ليها وليوين وتطلب منها تاكل كويس لان دي اخر وجبه سخنه هتاكلها قبل ما يتحركوا من هنا علشان يدوروا على اهلها. وبعد كده بتحصل كارثه وبيسمعوا صوت المركب جاي عندهم بعد ما سمعوا صوت الراديو. على الفور بتروح اشا تخبيها في الدولاب، ويوين كانت خايفه وطلبت منها تستخبى معاها، ولكن طمنتها اشا وعرفتها انها اكيد هتلاقي مكان تستخبى فيه وطلبت منها تهدى وما تعملش صوت. وراحت يوين تستخبى في الاوضه اللي بابها مقفول لان ابوها وامها كانوا جوه ميتين والجثث بتاعتهم كانت متحلله، وبدات تفتكر تاني وقت التسونامي لما كانت اختها معاها وكانوا بيهربوا من التسونامي ودخلوا مبنى، وفضلوا يطلعوا يجروا على السلم علشان يطلعوا لاخر دور يحتموا فيه من الميه. وقتها اختها اتكعبلت على السلم ووقعت وطلبت منها اشا تيجي وراها بعد ما سندتها، وكانت فاكره انها طالعه وراها، ولكن اختها كانت بتداس على السلم من الناس الكتيره اللي كانوا طالعين على السلم وراها. لما وصلت اشا للسطح كانت اختها غرقت خلاص، وشافت الجاكيت اللي سابت لها فيه السلسله اللي كانت
تتخانق مع أهلها علشانها، وفضلت تعيط وتبكي بعد ما أهلها ما راحوا. وبعدين رجعنا للحاضر وكانت بتحاول أرشا تكتم نفسها وهي في الأوضة اللي ريحتها ريحة ميتين. وقتها كانت العصابة نجحت تلاقي يوين وطلعت ليها أرشا تنقذها، ولكن العصابة قفشوها هي كمان. وبعد ما فاقت خدوها للمركب علشان يمشوا بيها أو منها يتسلوا بيها وكمان تطري عليهم القعدة، ولكن وقتها طلعت المسدس اللي كانت خدته من يوين وضربت به اللي كان بيحاول يعتدي عليها، ومسكت بقى العصابة فضلت تقتل فيهم الواحد ورا التاني، اللي حرقته واللي طعنته واللي خلعت عينه، لحد ما اتبقى اللي كان مع يوين بس وحاولت تقتله بالرمح ولكنها فشلت. وهنا البنت يوين ضحت بنفسها وزقته في المية وقعت هي كمان معاه، ولكن أرشا نزلت وراها وخرجتها من المية وطلعوا للمركب مرة تانية، وخدوا وقتها مركب العصابة واستمتعوا بالأكل والشرب اللي فيه، وكمان كان فيه سراير فضلوا مأنتخين عليها طول اليوم ومشغلين الراديو علشان يعرفوا الطريق الملجأ اللي فيه مساعدات كتيرة. وبيخلص هنا الفيلم، أتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لنا علشان نستمر ونقدم لكم الأفضل دايما. ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، واستنونا في أفلام كتيرة جاية قريب، وأشوفكم على خير ومع السلامة.